بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضرتك. أنا كنت في أجازة في مصر من حوالي من شهرين كده، تمام؟ فكان في كتير البطيخ اللي هو الكاوتش أو البطيخ العادي يعني، ولكن في منطقتنا في محافظة البحيرة دايما يكون عندنا البطيخ الكاوتش، تمام؟ في ناس كتير جابت لي حالات، الحالات دهيت أو أنا نزلت أراضي كمان، تمام؟ فبلاقي فيها البطيخ فيه مشاكل، ان الورق بيتحرق معاهم على 50-60 يوم، وفي على 40 يوم كمان. مجرد ما بيبدأ عملية الأزهار بتبدأ الأوراق عندهم بتيبس، تبقى يابسة يعني، ناشفة جافة يعني، تمام؟ وللأسف الشديد بيتكشف العرش وبيحصل لهم مشاكل كتير، الإنتاج طبعا ما بيبقاش كويس. الناس ما بتاخدش بالها من حاجة بسموها الندوة وبسموها حاجات غريبة كده، المهم ان هم الناس ما بتاخدش بالها من حاجة اسمها البياض الدقيقي. البياض الدقيقي زي ما حضراتكم شايفين كده هو بيبقى موجود على الأوراق، وبيبقى موجود على السيقان، وبيبقى موجود حتى على لو انت شفت في بداية الفيديو انا عرض لك حتى الصورة ديت من صورة من امريكا، حتى الثمرة نفسها مصابة تمام بالبياض الدقيقي. البياض الدقيقي مشكلته يا جماعة الخير ان هو اولا البياض الدقيقي ده هو مشكلته ان هو يعني الناس ما بتعرفش تميز ما بينه كإصابة وبين لون الورقة، ان دايما تلاقي الكوسة كده او تلاقي البطيخ تلاقي لون الورق نفسه في بياض، ده صفة وراثية في بعض الاصناف، بتلاقي لون الورقة ابيض مع اخضر، وبتلاقي فيه برضو خطوط في نباتات الكوسة برضو بتلاقيها بنفس القصة. فالناس بتحتار هل ده بياض دقيقي ولا ده اساسا صفة وراثية في الصنف نفسه. المهم ده اللي بيجيب لهم المشكلة الكبيرة، ان اللون بيبقى ابيض مع اخضر، فما بيعرفش يميز حتة البياض الدقيقي ده، تمام؟ بياض الدقيقي حضرات ما بيحتاجش رطوبة عالية، تمام؟ رطوبته العادية خالص، مش عايز رطوبة عالية هو، تمام؟ ولكن بينتشر عن طريق الرياح، خد بالك من دي كويس، الفطر بتاعه، تمام؟ حاجة تانية ان هو برضو ما يحبش البرد قوي ولا يحب الحرارة قوي، لا يجي لك في البرد ولا يجي لك في الحرارة، تمام؟ دايما عندنا البياض الزغب يجي لنا فين؟ يجي لنا في البرد، ما يجي لناش في الحرارة. بياض الدقيق بيجي في درجات حرارة معتدلة من 20 قول لي 30 مثلا، هو من 20 ل 27 ل 30 بيجي لك البياض الدقيق، تمام؟ بياض الدقيقي للأسف الشديد زي ما قلنا بيبقى مسحوق دقيقي كده، في الأول ما بيبقاش ظاهر زي ما شفت في أول الفيديو، لون الورقة ما بيبقاش ظاهر أو تقدرش تفرق ما بينه كصفة وراثية أو لون البطيخ بالذات اللي هو الكاوتش ده هو، وبينه كبياض دقيقي مرض موجود، إلا إذا فحصت كويس وشفت الـ 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 الجهة السفلية للورقة تقدر، أو أنت عندك خبرة كويسة تقدر تكتشف من الأول خالص إن ده بياض دقيق، تمام؟ إن ده بياض دقيق. البياض الدقيقي أنا كمهندس أو دكتور في الزراعة صعب إنك تقضي عليه، لأن انتشاره بيكون سريع جدا وعن طريق الرياح، زي ما قلنا لو جارك عنده النهاردة بيبقى بكرة بيجي لك، أو لو هو ظهر عنده قبل الظهر وانت بعد الظهر بيظهر عندك، ديت شيء معروف يعني، تمام؟ ولكن المفروض إن احنا بقى يعني انت هتعمل له شوية مسكنات كده، أو تقدر تحافظ على نباتك من الأول. خد بالك برضو ما زلنا بنقوله، مهما طلعوا مبيدات أعتى مبيدات في العالم ما تزال الوقاية خير من العلاج. لو انت من الاول خالص خدت بالك من الارض بتاعتك ورشيت الرش المظبوط، مش اللي تحت السلم، لان تقريبا يعني مخروب بيت الفلاحين من الديون من المبيدات اللي بتيجي بالدين. انا ما عنديش شركة مبيدات ولا ماليش علاقة بحد، تمام؟ من الناس اللي بتشتري بالديون فبتروح بيفرض عليك مية باردة، تفهمني؟ او مية متدوب فيها اي شوية حاجات كده، ودي مصيبة سودة يعني، تمام؟ طبعا هم ضمنوا الآخرة فهم حرين بقى في آخرتهم، يعني خربوا آخرتهم بدنياهم فهم حرين، حسبنا الله ونعم الوكيل يعني في كل اللي يضر إنسان، لأن الزرع النهاردة بتكلف، فعشان تديني مبيد النهاردة مش كويس، لا وضعك أنت اللي مش كويس، تمام؟ مشكلة البياض الدقيق برضو ان هو الإصابة السنوية فيه بتبقى مشكلة جدا. ليه؟ لان انا اول ما بيحصل عندي إصابة جامدة الورق بيبس يابس ناشف خلاص جف الورق. طب طالما جف الورق قلنا قبل كده الورقة ديت مصنع الغذاء، طب لما الأوراق دهيت بتجف ايه اللي بيحصل؟ بينكشف العرش عندي،
تمام، لو بطيخ من هو بتاع الاكل، فالثمره نفسها اولا ما بتكبرش لان ما فيش غذاء، وحتى لو الثمره جايبه وزن يعني حتى كويس 8 9 10 كيلو مثلا، ممكن تتباع للاسف الشديد بتصاب قبل ما بتستوي بلسعه الشمس. تمام. وبالنسبه للبطيخ العادي برضو، اول حاجه الورقه برضو ماتت، فبالتالي ما فيش غذاء داخل على النبات، فبالتالي في تساقط للأزهار، فبالتالي المحصول قليل. تمام. فبالتالي برضو حتى لما بتروح دلوقتي معظم اللب اللي انت بتشتريه، تمام، لو انت ماشي في اي مكان، يعني انا بلاحظها والله، لو انت بتشتري اللب اللي بناكله ده، لب السوبر ده، تمام، تلاقي الحباية نفسها مش حباية زمان، لا حباية تلاقيها ضمرانة كده. الضمرانة ديت ليه؟ هي ما استويتش، هو حصل عنده كده فقام لمم اللب، فبتلاقي الربع الاخير من الحباية كده تلاقيه للأسف مقصر، او ان هو ما استواش وبتلاقيه دمران كده، حاجه يعني للاسف الشديد ما تبقاش كويس. طب علاج البياض الدقيق من الاول خالص، اولا يعني انا من النوعيه اللي بقول ان حاسوب الكبريت ما بيعملش حاجه، كبريت مكروني كوقائي وكلام من ده، وتشوف ان ما عملش حاجه يبقى هو ايه، ماده عنصر غذائي، النحاس عنصر بيحتاجه النبات، والكبريت برضه عنصر بيحتاجه النبات. ف يا ريت ترش كبريت مكروني محترم، تمام، الاوروبي المحترم، كبريت مكروني. ودايما لما بنقول نرش فطري لازم نغسل يا جماعه، الفطري غير الحشري، الحشري بترش رش عادي، اما الفطري لازم تغسل النبات غسيل كويس علشان تقدر تسيطر على المرض. تمام. عيله زول كلها، كل عيله زول بتشتغل، اي مركب هتلاقي عليه، عشان اريحك بس، زول هتلاقيه داخل في قصة علاج البطيخ، أو آسف البيض الدقيق. هنلاقي كمان من أفضل المبادرة نستخدمها، وأنا ما بقولش لأي حد روح اشتريه، أنا ما أعرفش أي حاجة عن شركة أجريماتيك، ولكن عندهم مركب في سنة 2014، أنا كنت ماسك مدير الزراعة في شركة الأفق، وكان عندنا مساحات طماطم عالية جدا، ودايما معروف إن الطماطم بيجي لها بياض دقيق في المنيا في شهر 11 كده، تمام. فابتدى فعلا عندنا البياض يشتغل، ويشتغل جامد جدا، فيعني ادانا المهندس احمد فراري، ده صديق يعني من الاصدقاء المحترمين جدا، نذكره بالخير، ادانا مركب التليندو ده، بصراحه كان كويس يعني، تمام. لما تستخدمه بيديك حمايه 14 يوم، و يعني مبيد محترم جدا، لما بتدخله مع توبسين ومع عيلة زول ومع كبريت ومع، يعني بيجيب نتائج كويسة جدا، وتقدر تحافظ على النبات بتاعك. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.